طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم. حنايا طلبة البكالوريوس أو الباشلور، هذا النظام هذا اللي كان مقرر أنه يتفعل في هذه السنة، هذه كانت ديجا الهضرة عليه في السنوات اللي دازوا، ولكن تم التفعيل ديالو في الموسم الدراسي ديال 2021 ديال 2021-2022 بمذكرة وزارية. يعني واخا يعني بدينا معطلين، حاولنا اننا ندير واحد لي فورون اونغاجاو مع الدروس، وديكشي اللي كان بفضل المجهودات الاساسيه ديالنا وتا حنايا قدرنا نتونغاجاو مع هذا السيستيم هذا. فاذا بينا كنتفاجئوا بواحد الخرجه اعلاميه ديال السيد الوزير انه كيقول ما يمكنش يعطي الدبلوم ديال الباشلور، وديبلوم الباشلور بالنسبه ليه انه انتهى، حيتاش ما عندوش ضوابط وما كاينش دفتر ضوابط بيداغوجيه. لهذا حنايا كنطالبوا من رئيس جامعة عبد الملك السعدي أو السيد العامد أنه يتم استبدال ديال نظام بكالوريوس بليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس على ما جاء به لسان الوزير، حيتاش في الخرجة الإعلامية ديال السيد الوزير قال غادي يلغي نظام بكالوريوس وغادي يعوضوا بالإجازة المهنية للتميز. وحنايا أنا كوني من بين 120 طالب في كلية الحقوق بطنجة و 24 ألف طالب على المستوى الوطني، كنطالبوا رئيس ديال جامعة عبد الملك السعدي وكلية القانون أنه باش يديروا لنا واحد الحل وما يتمش التفريق ديالنا، يعني بواحد الطريقة اللي نقدر نقولوا انها تعسفيه بين قوسين، حيتاش ما كاينش لو شوا. ملي ندوزو الامتحانات ديال هذا الاس ا ديال الباشلور، يشوفوا لنا ما نقراوش حتى يوجدوا البلاتفورم ديال ال بي او باش ندخلوا فيها مباشره. غير هما بغاو قالوا لنا مشيو دوزوا الامتحانات وعملوا رجعوا الليسونس، رجعوا تسجلوا في ليسونس عاديه، ومن بعد ديك الساعه نشوفوا هاد ال بي او اذا كانت اذا ما كانتش اذا كذا. بالنسبه لهاد الهضره ديال اذا كانت اذا ما كانتش، وحنا كنعتبروها راه ما كاينه والو، خصنا شي حاجه اللي هي ملموسه اللي هي واقعيه. فحنا الان امام هاد الكليه، اليوم مشينا عند العماده بغينا نتلاقاو السيد العميد، ما جبرنا لا هو لا النائب ديالو، كان في اجتماع في الرئاسه في تطوان. فالمطلب ديالنا هو يدونونا باننا حنا مر الاس مر الامتحانات ديال الاس واحد غيدمجونا في الاس دو، او لا غيعطيونا ال بي او وما ندوزوش ليسونس فوندامونتال ليسونس عاديه.